صباح الصحة، صباح الرضا وراحة البال. يمكن دي الدعوة اللي دايما كان بيدعيها لي أبويا، وكان دايما يقول لي لما يكون عندك أموال كتير فأنت غني، لكن لما تمتلك أصدقاء أوفياء فأنت الغنى بنفسه. يمكن الجملة كنت دايما بستغرب الدعوة دي، لأن ما كانش فيها دعوة خاصة تحديدا بالرزق، ويمكن كلنا كنا دايما بنتمنى لو ربنا يرزقك بفلوس كتير، الدعوة المحببة لقلوبنا يعني. لكن لما كبرت فهمت إن الرزق مش بس فلوس، الرزق صحة، الرزق راحة بال وصاحب جدع. وقت الشدة تلاقي صاحب وانت معاه بتضحك من القلب وما بتشيلش هم أي حاجة خالص. الصداقة قصر، القصر ده مفتاحه الوفاء وغذاؤه الأمل وثماره السعادة. الصحاب رزق يا جماعة، يعني علشان كده يمكن إحنا بنسأل حضراتكم النهاردة سؤال عن أصدقائكم الجدعان، أصدقائكم اللي وانتم معاهم بيفتحوا نفسكم كمان على بس مش الشغل والعمل. لا، خلونا بقى نتكلم ونطلع بره الصندوق شوية كده، بما إن أنا وجمانة بنحب الأكل شويتين يعني، ونتكلم على الصاحب الجدع اللي لما بتبقي معاه بتلاقي نفسك وبتحب اللي انت تاكل وانت موجود معاه وبيفتح نفسك على الأكل يعني. ده سؤال حلقتنا النهاردة يعني. أنا يعني أنا الأكل بالنسبة لي يعني واحدة من أهم المزايا في الحياة، يعني من أكتر الحاجات اللي ممكن تبسطني الأكل. أكلة حلوة دي ممكن يعني كفيلة إن هي تخلي يومي حلو أو تخلي يومي مش قوي، عارف؟ ويقال إن أنا هذا الصاحب، إن أنا اللي بفتح نفس الناس على الأكل وبحرضهم إن هم ياكلوا. بعدين أنا عندي مشكلة كمان قاتلة، يعني ممكن أكل حاجة حادقة وبعدين حاجة حلوة وبعدين أحدق وألف اللفة دي بقى. أنا واقف معاكي في الطبيعة. فيعني لا، بس والله أقول لك على حاجة، لأ عندي صحاب تقريبا كل اصحابي الحقيقه، يعني لو هتكلم على الدايره المقربه هم طبعا عددهم مش كبير قوي، عشان يعني ما اكونش كدابه قوي يعني او اكون بكبر المواضيع، بس يمكن صحابي قريبين جدا لا احنا قعدتنا هي عباره عن اكل، وكل حد بقى ممكن يخترع اكله او ممكن مثلا طب تعالوا نجرب اكله جديده، فكلنا بناكل مع بعض بقى وبنلاقي يعني واحنا قاعدين في مكان ممكن يبقى ممكن نكون مثلا 3 4 اشخاص واكل كتير جدا نازل يعني، وفي الاخر حقيقه عبد الصمد ما بيتاكلش. ما دي المشكله بس النفس. يعني عارف لما بتفتح النفس. بس يعني للاسف خليني اقول ان انا يقال عني ان انا هذا الصاحب الاشهب. بالظبط. ولا يعني حتى اللي حواليا المقربين اللي حواليا كمان يعني عشان ما اقولش اسم وحد يزعل، فلا يعني احنا كلنا هذا الشخص، يعني كلنا هذا الرجل تحديدا زي ما انت ما بتقولي يا جمانة. انت بقى ايه؟ ومعنى قلت لك كلنا هذا الرجل. ايوه مين صحابك؟ لا خليني اقول لك ان فكره للاسف كمان عندنا الخروجات مرتبطه الى حد ما شويه بالاكل، يعني ما بنفكرش اللي احنا نخرج خروجه فيها نوع من انواع الابداع شويه، لا احنا هنخرج نقعد في المكان الفلاني علشان اكله حلو. ويمكن ربنا استجاب لابويا في الدعوه دي تحديدا اللي كان بيدعيها لي، واكرمني بصحاب كتير قوي الحمد لله. واغلب اصدقاء يعني كمان او المقربين ليا اللي ما زالت علاقتي بيهم كويسه اصدقاء بتوع الجامعه. يعني انا بحس ان دي الاصدقاء الحقيقيين بقى اللي لا يعوضوا ابدا. فيمكن التواصل بيهم الى حد ما بسبب مشاغل الحياه اصبح قليل مش زي الاول، لكن ما زلنا بنحافظ على تواجدنا مع بعض على الاقل، يعني نتقابل مره او مرتين في الشهر، ودايما المره اللي بنتقابل فيها دي بنكون بنفكر هنتقابل على الغداء او العشاء فين، علشان يعني يمكن كل واحد عنده اكله معينه او حاجه معينه بيحبها. بس زي ما انت ما قلتي انا عندي مشكله ما، والمشكلة دي اللي أنا بحب الأكل برضه. والفرق ما بيني وما بينك يعني اللهم لا حسد، يعني الفكرة اللي أنا ممكن آكل يبان عليا بسرعة. فدي عندي دي المشكلة الكبيرة، فبحاول إن أنا كنترول الموضوع ده، وبحاول إن أنا أمسك نفسي أو اللي أنا عاوز آكله آكله الصبح، يعني أصبحت خروجاتي أكتر الصبح علشان اللي أنا عاوز آكله آكله الصبح، علشان ما أحرقش السعرات يعني أو أحرق السعرات بتاعتي بسرعة في الوقت الصبح بقيه اليوم يعني. يعني عارف المشكله في ايه كمان يا احمد؟ المشكله مش في الخروجات، لا هي المشكله انه حتى لو قررنا ان احنا نقعد في البيت، طيب نقعد في البيت هنجيب مثلا نتفرج على فيلم مثلا. صحيح. فلازم طبعا يبقى فيه اكل، وبعدين تحس انه ساعات شويه كده وانت قاعد نفسك في حاجه فتاكل الحاجه، لا مش هي انا نفسي في حاجه ثانيه، فتقعد بقى يعني تلاقي في حاجات من كتر الأكل. في حاجات قدامك وانت مش عارف تروح فين وتيجي منين، فلا يعني هي اللمة طبعا
بتفتح النفس، لكن صحيح. فكرة انه برضه عشان نكون يعني منطقيين بمناسبة الموقف، انا اسف اني قطعتك يعني، بس بمناسبة الموقف الخاص بصحابك اللي بيفتحوا نفسك على الاكل سؤال حلقتنا، وفي نفس الوقت انت قلتي حاجة مهمة جدا، بتطلبي اكل كتير جدا. هي دي بقى النقطة اللي انا كنت عايزة. فاكر مرة طلعت انا وصحابي، كنا انا واحمد حسن ووالي واحمد طه، وطلعنا الساحل، طالعين بقى كنا جعانين الصبح بحر والكلام ده كله، قلنا خلاص هنطلع ناكل سمك. عاوز اقول لك احنا نزلنا تقريبا بحجم الترابيزه دي سمك، مش بهزر مش ببالغ يعني، حتى الشيء الجاي اللي احنا اتصدمنا كلنا من الحساب بعد كده هنقوم نغسل اطباق في الاخر. وللاسف عاوز اقول لك والله يعني لو جبنا ربع الكميه اللي اتاكلت والباقي قعدنا ناكل فيه طول السفريه، انت متخيله؟ لو يعني عقابا لينا بقى احنا عملنا كده من كتر ما كنت بتبقي جعانه ونفسك مفتوحه على الاكل، وفعلا اللمة بتاكل زي ما بيقولوا، ففعلا كنا كلنا ملمومين وجبنا اكل كتير قوي، وعقابا لينا خلاص احنا طول السفريه في الساحل، ادبا لينا بقى احنا هناكل الاكل ده، ما فيش حاجه تانية هتدخل البيت لحد ما ده يخلص. بس انا خليني اقول لك كمان يمكن دي حل لطيف، لكن كمان الحقيقه ان برضو انا ويمكن صحابي لما بنكون قاعدين في مكان وفعلا بنطلب اكل زياده عن حاجتنا بعد حتى ما بنخلص، عشان في ناس بتتكسف من الموضوع ده قوي، لما تكون قاعده في مكان مثلا وتكون طلبت اكل فلا انا مش هاخده بقى معايا وانا ماشي، لا خده معاك وانت ماشي بالظبط، اتبرع بيه اديه لصاحب نصيب، ما فيهاش اي مشكله، اكيد مش هنفكر اصل هيقول عليا هيقولوا عليا ايه في المحل او في المطعم وانا خارج وانا واخد الاكل، يعني ما هو اكل حضرتك طالبه او حضرتك طالباه ودفع فلوسه، فحد ممكن يستفيد بيه، فدي كمان يعني حاجه كانت مهمه، نقطه كانت مهمه كنا حابين نتكلم مع حضراتكم عليها، لانه لطيف ان احنا برضو نساعد بعض، يعني دي نقطة مهمة. مهم ان احنا نخرج ونتبسط ونعمل كل الكلام ده، لكن برضو دايما زي ما بنقول لما بنحط كده معاملاتنا مع ربنا قدامنا دايما ربنا بيبارك بقى في اي حاجة، ان كان في الصداقة بيبارك في الرزق يعني اي مكان، لكن انت بتصمد برضو يعني انا عارفة انت بتحب الحلويات كمان تحديدا، دي مشكلة كبيرة بقى صح؟ دي قصة تانية. اكلت لازم، بس عندي نفس المشكلة اللي انا بعد ما باكل حاجة مسكرة او حلويات لازم افصل بعدها، فلازم بعدها ارجع اكل حاجه حلوه. تعرف كمان مين دي مشكله كبيره يعني، ما اعرفش اكلت حاجه حلوه لازم بعدها مباشره اكل حاجه حلوه. تعرف كمان مين المشكله في موضوع الاكل ده؟ خطير، الزميل العزيز محمد الشاذلي. طبعا لا يعني بجد وعدني يعني هيجيب لي مدلعه وما جابهاش. لا هو خطير بقى هو في الحاجات دي كمان، ما بقول لك بيعمل مكسات غريبه كده، والفطاير والحاجات غريبة دي يعني طبعا احنا يعني بنصبح عليه اكيد، لكن هو فعلا من الناس اللي تفتح النفس جدا جدا على الاكل. شاذلي اكيل بالمناسبه يعني، هو بسم الله ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه يعني، بس هو شاذلي اكيل وبيحب الاكل جدا، ده حقيقه. طيب على اي حال حسن احنا اتكلمنا كتير قوي على موضوع الاكل ده، احنا طورنا على الناس. طيب على اي حال خلينا نعيد على حضراتكم السؤال مره ثانيه، السؤال هو احكوا لنا عن صحابكم اللي كل ما بتشوفوهم بيفتحوا نفسكم على الاكل ويحسسوكم كده انتوا عايزين تاكلوا حتى لو ما كنتوش جعانين، واحكوا لنا بقى مواقف. ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، واكيد مستنيه اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.